كان في رسالة في المؤتمر ده وجهها الصحفي وضاح خنفر أثارت يعني تعاطف كثيرين، لأنه يبدو أنه كان بيقولها من عميق عميق قلبه. هذه الرسالة قالها في رثاء صديقه جمال خاشقجي. سلام عليك يا ابن مدينة رسول الله، حزنت على فراق المدينة، كنت تقول أن أكثر ما يؤلمك ابتعادك عنها. اليوم أقول لك، مكة والمدينة تدعوان لك. حواضر الشرق ومعها عواصم الغرب تلهج بالثناء عليك. أحببت أن يكون مدفنك في البقيع، أحببت أن يكون مدفنك في البقيع، فصار لك في كل قلب طاهر مقام ومنزل. أحببت أن يكون مدفنك في البقيع، فصار لك في كل قلب طاهر مقام ومنزل. يا ابن الحجاز، لقد رفع الله ذكرك، لقد رفع الله قدرك، فهذه القدس والشام، بغداد والقاهرة، تونس والرباط، الدوحة وصنعاء، حواضرنا وبوادينا وأريافنا تفخر بك. سبحان من أعزك وأذل قاتليك، تبت أيديهم إذ يقطعون جسدك، وخابت أحلامهم أن يقطعوا ذكرك. ستبقى في عيون الثائرين وأذكار الصالحين وأشعار العاشقين وفي آمال الساعين لفجر جديد. أرادوا أن يمحوا من الوجود أثرك، فصرت كالهواء والضياء، تغذي آمالنا بأن الخير يسكن المستقبل. سلام عليك يا سيد شهداء القلم، سلام عليك يا ابن مدينة رسول الله. ألف سلام وتحية على مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى أهل مدينة رسول الله المدينة المنورة، واللي أعتقد أنه ما حدش بيختلف أن هم من أطيب أهل الأرض، أهل المدينة خصوصا، يعني من أطيب أهل الأرض. ويمكن الشعور ده بيتعاظم جوانا لأن هم اللي احتضنوا الدعوة واحتضنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكانوا القلب الحنين على هذه الدعوة وعلى خير من مشى على هذه الأرض فنمت وترعرعت وكبرت. لكن تبقى للمدينة وأهل المدينة مكانة غالية جدا في نفوس كل المسلمين. الله يرحم جمال، كنت أعرف أنه من المدينة، وهذه معلومة يعني كانت غايبة عني، لكن يشهد الله أنك لما تفتكر وش جمال الله يرحمه وتشوف تعابيره وقسماته وطريقة كلامه، هذا رجل من أهل المدينة.